السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية. ناقش اجتماع موسع عقد بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر سبل مكافحة الأدوية المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية. وفي الاجتماع الذي ضم مدراء الصحة العامة والسكان والمنافذ البرية والبحرية والنيابة العامة مندوبين عن الهيئة العليا للأدوية والوكالات الدولية، شدد محافظ المهرة على ضرورة ضبط ومراقبة المنافذ البرية والبحرية ومحاربة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، مؤكدا أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها في تقديم كافة التسهيلات الممكنة في سبيل محاربة ظاهرة التهريب. وأكد المحافظ بن ياسر في الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة العميد مختار بن عويض وبدر كرشات على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والمختصة في عملية ضبط ومراقبة الأدوية، داعيا الجميع إلى التعاون فيما بينهم في سبيل القضاء على ظاهرة التهريب حفاظا على حياة الناس وسلامتهم من خطورة الأدوية المحظورة. وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والمخرجات أهمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ضبط الأدوية المهربة والمحظورة، وضع آلية لتنسيق العمل والتعاون المشترك بين مختلف القطاعات المختصة بشأن عملية الضبط، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش للشؤون الصيدلانية بمكتب الصحة، والتجديد على الإجراءات المتخذة في عملية استخراج التراخيص والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية بشأن الرقابة والتفتيش. 420 طالبا وطالبة يخوضون امتحانات القبول في المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب للتنافس على 220 مقعدا دراسيا في مجالات التمريض والصيدلة والمختبرات ومساعدي الأطباء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي. دشنا وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكرية ومعه الدكتور محمد مفتاح مدير عام المعهد العالي للعلوم الصحية امتحانات القبول للطلاب والطالبات المتقدمين في تخصصات مساعد الأطباء والتمريض والصيدلة والمختبرات. طاف الباكري ومفتاح بالقاعات مطلعين على سير امتحانات القبول. أشيد وكيل المحافظة بالجهود المبذولة من قبل قيادة وكوادر المعهد الصحي. دشنا اليوم اختبارات القبول المعهد الصحي، طبعا دفعة جديدة 200 طالب وطالبة يتنافس عليهم 400 أو أكثر من 400 متقدم في تخصصات الأطباء مساعدين ومختبرات وتمريض وصيدلة. حقيقة نحن بحاجة إلى هذه الكوادر المساعدة في الميدان لأجل تغطية العجز في مستشفياتنا وفي المستوصفات في الوحدات الصحية. الذي نؤكد هنا على الأخوة في إدارة المعهد ومكتب الصحة أنه أن يتم التأكد من دقة النتائج وتنافس شريف طبعا وفقا للدرجات المعدلات العليا، لأنه إحنا بحاجة إلى كوادر عاملة في الميدان، كوادر متمكنة. نشكر حقيقة إدارة المعهد الصحي في محافظة مأرب، وهناك تحسن في أداء المعهد وفي مخرجاته، ونحن نشاهد المخرجات هذه حقيقة بتعمل في المستشفيات وفي المستوصفات في الوحدات الصحية، وبحاجة نحن إلى هذه الكوادر المساعدة، لكن لابد أن يكون لها أن تكون أفضل نوعية في التخرج. مدير عام المعهد دكتور محمد مفتاح أوضح أهمية الامتحانات ودور المعهد في تزويد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة. في هذا اليوم تم تدشين امتحانات القبول لأربعة أقسام: قسم الصيدلة وقسم المختبرات وقسم المساعد الأطباء وقسم التمريض. تقدم للامتحانات 424 طالب وطالبة. سوف تكون هناك معايير لاختيارات القبول والعدد المطلوب بحسب المعايير والخطة الموضوعة حسب خطة موضوعة ما بين مكتب الصحة والمعهد العالي للعلوم الصحية. هذا للطلاب شمل عدد من المحافظات، محافظات الجمهورية بشكل كامل و14 مديرية لمديريات محافظات مأرب. نتمنى التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات المتقدمين. 420 طالب وطالبة يخوضون امتحانات القبول في المعهد العالي للعلوم الصحية للحصول على 220 مقعدا دراسيا.
عدن الفضائية محمد القداسي مأرب. بدعم من نماء الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة حطين، دشن وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري مخيمين طبيين مجانيين لمرضى السكر والضغط وآخر لأمراض العيون، يستهدف إجراء 1000 عملية جراحية ضمن حملة الكويت بجانبكم. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي. ضمن حملة الكويت بجانبكم، بدأت في هيئة مستشفى مأرب العام أعمال المخيم الطبي المجانية لمرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة بتمويل من نماء الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة حطين. يشمل المخيم إجراء فحوصات طبية وصرف أدوية وأجهزة فحص مجانية وتدشين مخيم طبي مجاني آخر لأمراض العيون، يستهدف إجراء 1000 عملية جراحية وفحوصات وصرف أدوية ونظارات طبية مجانية. هذا وقد قام الوكيل الباكري والوفد الكويتي بجولة في العيادات والأقسام المختلفة مطلعين على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية والفحوصات المجانية. تشرفنا اليوم بحضور تدشين المخيم الطبي الذي تموله مؤسسة نماء الخيرية نماء الكويتية دولة الكويت الشقيق. هذه الدولة التي نكن لها كل احترام وتقدير، وهي سباقة في دعم برامج التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية منذ بزوغ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر 62. فحقيقة نؤكد أن هذه المخيمات نحن بحاجة إليها كثيرا، ونشكر جهود الأخوة في مؤسسة نماء وخصوصا في هذا الجانب التخصصي الأمراض المزمنة أمراض القلب التي نفتقر إلى مثل هذه التخصصات وكذا طب العيون، فجزاهم الله خيرا. من هذا المخيم سيتم توزيع الأدوية وأيضا الأجهزة الطبية اللي يحتاجونها من أجهزة الضغط وأجهزة السكر. هذا بفضل الله عز وجل، ثم فضل أهل الخير وأهل العطاء اللي عاونوا وساعدوا إخوانهم المحتاجين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم فيما قدموا لإخوانهم وأن يجعل في ميزان حسناتهم، ونستأنف بإذن الله ونستكمل هذا المخيم بمخيم عمليات العيون إزالة المياه البيضاء اللي سيتم فيه بإذن الله عز وجل إجراء 1000 عملية. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان كل من ساهم وتبرع، وإخواننا في أهل اليمن يستحقون منا أكثر مما نقدم. نسأل الله أن يعينهم وأن يكون معهم، وبإذن الله وبأهل الخير ما ننسى أخواننا ونكون معهم في كل ما يحتاجون. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الدعم السخي المقدم من قبل الأشقاء في دولة الكويت للشعب اليمني يعبر عن عمق وأواصل العلاقة وصلة الدم بين الشعبين الشقيقين. عدل الفضائية محمد القداسي مأرب. بدأت بمكتب الشهداء والجرحى في مقر الإدارة المحلية لمديرية رتفان بمحافظة الحج إجراءات ترقيم الشهداء والجرحى غير المرقمين بوزارة الدفاع، وكذلك لمن صدرت لهم أرقام عسكرية دون تعزات مالية. وحث نائب رئيس اللجنة منصور سيف اليافعي أعوان الشهداء والجرحى على الإسراع في تقديم الوثائق المطلوبة من خلال إحضار صورة من التقرير الطبي وتأكيد من قيادة الجبهة ومدير عام المديرية لتقديمها للوزارة، بما يضمن في النهاية نجاح الترقيم والحصول على المرتبات، مؤكدا على أهمية بذل المساعي والجهود الحثيثة في سبيل الاهتمام بملف الشهداء والجرحى ومنحهم الحقوق الكاملة نظير التضحيات التي قدموها من أجل الوطن. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العاصمة المؤقتة عدن رحلة توعوية ترفيهية وبازارا خيرية للمريضات والناجيات من سرطان الثدي ضمن أنشطة وفعاليات شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. وفي الفعالية الترفيهية التي حضرها مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن الدكتور محمد حمود ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي، ألقى مدير مديرية التواهي كتبي عمر كتبي كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وبهذه الفعالية التوعوية الترفيهية التي تساهم في تعزيز الدعم النفسي للمريضات والمحاربات. وأكد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن إبراهيم بامفروش أكد على أهمية الاستمرار في مكافحة المرض ومحاربة مرض السرطان بكل الطرق العلمية والنفسية والعلاجية،
وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وأهمية تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان. وتخللت الرحلة الترفيهية التوعوية تقديم عدد من الفقرات المتنوعة وإقامة بازار خير يعود ريعه لمرضى السرطان. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة لحج تسليم أدوات المهنة للمستفيدات من مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش، الذي اختتم فعاليات التدريب لمرحلة الشابات ومعيلات الأسر بتنفيذ من مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. واستهدف المشروع ضمن أنشطته تدريب 65 شابة ومعيلات الأسر من مديريتي الحوطة وتبن على مهارات حرفية ومهنية في مجالات الخياطة والتطريز والكوافير والتجميل وصناعة الكيك والمعجنات. وتتضمن الأدوات أبرز المكونات الأساسية لإطلاق المشروع الخاص، وتأتي أهمية هذا المشروع في تمكين الشباب والشابات ومعيلات الأسر اقتصاديا وتوفير فرص عمل مستدامة وإكسابهم مهن حرفية تمكنهم من الاعتماد على الذات وإيجاد مصادر مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم. اليوم نختتم هذا التدريب الذي استمر لمدة 45 يوم. تم فيه تعليم الفتيات مهارات متنوعة ومختلفة، استطاعوا من خلالها أن يكونوا فكرة على هذه المهن الثلاث التي ذكرناها، وهي الخياطة وصناعة الغذائية وكذلك الكوافير. اليوم نشكر يعني الجميع من قام بهذه الجهود الجبارة من أجل تنمية قدرات هذه الفتيات. حقيقة نعجز عن الشكر الذي يقابلنا فيه مركز الملك سلمان بدعمه المستمر لمثل هذه الدورة التدريبية التي تستهدف محافظة لحج وبقية المحافظات المحررة. استمر التدريب ما بين 180 ساعة خلال شهرين متواصلين في مرحلة الثانية. في المكان في المرحلة الأولى تم تدريب 25 شاب في مجال التمديدات الكهربائية وصيانة الطاقة الشمسية. تم تدريبهم أيضا على ريادة الأعمال والمهارات الحياتية. استهدف المشروع كامل 1250 مستفيد ومستفيدة في 8 محافظات تم استهدافها في المشروع. أيضا كان نصيب محافظة لحج 90 مستفيد ومستفيدة. جهود كبيرة توليها قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة في تسهيل عمل مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات والإشراف المباشر على سير العمل فيها. وضمن جولة ميدانية تستعرض عمل المكاتب الخدمية في محافظة المهرة، زار مراسلنا حسن النجدي مكتب المالية وأفانا بالتقرير التالي. في ظل الاهتمام والدعم الكبير التي توليه قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات والمصالح والمكاتب التنفيذية بالمحافظة، لا سيما من خلال الإشراف المباشر والتقييم والأداء وحجم الإنجاز وآلية سير العمل في مختلف القطاعات والمؤسسات والمكاتب بالمحافظة والتي يجري فيها العمل والانضباط بصورة منتظمة ووتيرة عالية، والتي باتت جميعها اليوم تلعب دورا أساسيا ومحوريا بالنهوض والإسهام والمشاركة بسير عجلة التنمية والمشاريع الخدمية والتنموية الأخرى التي تشهد المحافظة يوما بعد آخر. مكتب وزارة المالية بمحافظة المهرة يعد واحدا من أهم وأبرز المرافق والمؤسسات الحيوية والهامة بالمحافظة، لا سيما من خلال المهام والأولويات الكثيرة التي تقع على عاتقه اليوم لارتباطه بشكل كبير ومباشر بمختلف القطاعات والمؤسسات والمكاتب الأخرى بالمحافظة. وحول آلية سير العمل والجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المكتب تحدث الأستاذ عويضان سالم يسول مدير عام مكتب المالية بمحافظة المهرة قائلا: عملنا نحن كمحافظة المهرة، نحن محافظة نائية ولكن الحمد لله أمورنا مستقرة. المحافظات كلها تعاني من الكهرباء، تعاني من أزمة الوقود، نحن الحمد لله عندنا الأمور مستقرة، ونحن برضه تصلنا ما يوصل للمحافظات الأخرى. ونحن الحمد لله بفضل الأخ المحافظ محمد علي ياسر والأمين العام محافظتنا مستقرة والحمد لله، ويبذل جهد مع مكتب المالية
والمعروف أن الموازنات التشغيلية اللي تأتي من الوزارات بشكل عام على مستوى الجمهورية موازنات ضعيفة جدا، ولكن نحن الحمد لله المحافظ والأمين العام صراحة يتعاونوا معنا ويبذلوا كل الجهود لتسهيل مهامنا، والعمل الحمد لله يمشي بسير. بعمل معنا حوالي 150 موظف في المحافظة كلها، منهم هنا في المكتب الرئيسي 75 حوالي موظف، والمديريات في بها من 5 ومن 6 ومن 7 ويغطوا. بالإضافة أن احنا شهريا نرفع تقارير شهرية للوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة. لقناة عدن الفضائية حسني محمد النجدي، محافظة المهرة. وبهذا التقرير نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء.